تفضل ارتاح باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. تنبيه صغير علينا كلنا، النهارده بيوافق ذكرى الاربعين للسيده مارلينا ميشائيل زوجة المهندس بشرى ميشائيل ومامة ماريا، وكمان النهارده ذكرى السنوية الاولى لوالدة الخادم عماد توادروس، وفي اسماء كتير اتقدمت على المسبح. ربنا ينيح نفوس الجميع ويدي عزاء سماوي لكل الاسر. من فضلكم بعد القداس، لانه في عدد كبير جاي النهارده يصلي وجاي كمان عشان يجامل وياخد بخاطر الناس دول، فمن فضلكم بعد القداس مفيش تجمع جوه القاعه هنا. مهندس بشرى والاستاذ عماد واي حد عايز ياخد عزاء من فضلكم هيطلع بره الكنيسه بره الباب، وكلنا هنخرج بعد كده فرادة، والعايز ياخد بخاطر حد بره من فضلكم، ونحافظ على الأبرشتاند علشان تفضل الكنيسة مفتوحة. مش عايزين الحاجات اللي زي دي نبص نلاقي نفسنا تجمعنا وتكلمنا وقربنا من بعض وبعد القداس نسمع بحاجات تانية. ربنا يحافظ عليكم ويديكم نعمة وبركة. النهاردة الحد الثالث من الخمسين هيفسر لنا إنجيل هذا اليوم الشماس المهندس شريف رزق الله. ربنا قادر أنه يديه نعمة ويديه كلمة عند افتتاح الفم، ويعطينا أذان صغية تعمل بما تسمع. فضل يا شماس. بسم الله والابن والروح القدس الآله. النهاردة الحد زي ما سابونا قالينا الحد الثالث من الخمسين المقدسة بعد القيامة، في موسم القيامة أو موسم الفصح زي ما بنسميه، بتحط لنا الكنيسة قراية من أغنى القرايات واللقاءات بتاعت السيد المسيح له المجد في الكتاب المقدس، وهي لقاء السيد المسيح مع السامرية. لقاء السيد المسيح مع السامرية يمكن أكتر حوار شخصي دار في الكتاب المقدس كله، متسجل بين السيد المسيح وبين شخصية. والكنيسة كل أباء الكنيسة الحقيقة والكنيسة كلها أجمعت من الأول أن اللقاء ده ليه وضع خاص، ليه طريقة معينة أن احنا نفهمه. قبل ما نشوف الكنيسة بتفهمه إزاي ونشوف شوية إيه صلته بالقيامة، نفتكر كده لو مشينا في الكتاب المقدس لما نلاقي واحد راجل بيقابل واحدة ست عند بير. الحكاية دي اتكررت كتير قوي، يعني التيمة دي اتكررت كتير قوي 4 مرات بالتحديد، مشهورة جدا. والمرة بتاعت السيد المسيح له المجد مع السامرية هي الخامسة، ودايما ليها معنى معين. تبتدي كده من أول ما إبراهيم أبو الآباء قال للخادم بتاعه روح دور لواحدة عذراء عفيفة عشان نجوزها لإسحاق في الأرض الموطن بتاعه، فراح وشاف رفقة فين؟ شافها عند البير، قال لها برضو اديني أشرب، وشاف رفقة عند البير ورجع قال أول واحدة إسحاق، ويقول كده وأحب إسحاق رفقة. تتكرر القصة تاني، مين؟ يعقوب لما هرب شاف رحيل برضو عند بير المية، وبرضو أحب يعقوب رحيل. نيجي بعد كده كمان نشوف موسى. موسى لما جه كان هربان برضو، قابل برضو صفورة عند البير، وبعدين تزوج صفورة. وبعد كده نيجي للسيد المسيح له المجد مع السامرية. فأباء الكنيسة بيقولوا دي مش صدفة، لكن دايما اللقاء دوت بيعبر عن الوحدة الزيجية. وإحنا بنفهم علاقة السيد المسيح بالكنيسة في علاقة العريس بالعروس. يعني كل العهد الجديد كله بيتكلم على السيد المسيح له المجد إن هو العريس الحقيقي أو الختن الحقيقي اللي جاي يخطب عروسته اللي هي الكنيسة، ويتحد بيها عشان يرجعها لمجدها تاني. هو ده الفرح، هو ده السبب اللي هو عمله السيد المسيح له المجد، وهو ده فرح القيامة اللي عمله السيد المسيح له المجد في القيامة، انه قوم البشرية واعاد الاتحاد، اعاد الاتحاد تاني بين البشرية وبين الله. فقصة الزواج دي، قصة العروس المتحدة بالمسيح، هي اساس كل فهمنا للعلاقات في الكتاب المقدس. وعلى أساس المثال ده كمان بيفسر القديس بولس الرسول، يقول هذا السر عظيم أقول من نحو المسيح والكنيسة. بيتكلم على الجواز وتلاقيه كده فجأة يتكلم على الجواز بين الراجل والست، وبعدين ينقل على المسيح والكنيسة، يقول هذا السر عظيم، لأن دوت هو سر الخلاص، هو اتحاد المسيح بالكنيسة. والموضوع دوت مش بس الكنيسة، لكن حتى إسرائيل، كانت شعب بني إسرائيل كان يعبر عنه أنه هو عروس يهوى في العهد
القديم. وبالتالي ما فيش أي حد يقول كده قديس كرولوس وأغسطينوس ويوحنا زبيفا من ثلاث أباء كبار كلهم يقولوا إيه؟ ما فيش حد أحسن من المرأة السامرية عشان يعبر عن الكنيسة أو عن شعب الله. ليه؟ إنسانة بعيدة عن ربنا، ماشية غلط، منبوذة من المجتمع، مليانة بالخجل والكسوف، مرفوضة من كل الشعب، لكن ربنا راح لها مخصوص. يقول كده في أول الإنجيل النهاردة: وكان يجب أن يجتاز في السامرة. طبعا ممكن يكون لسبب جغرافي أنه عايز يروح الجليل من اليهودية والسامرة في النص، بس اليهود دايما لما كانوا يحبوا يروحوا الجليل كانوا يتجنبوا السامرة، فكانوا يلفوا، ما كانوش بيستسهلوا يعدوا من النص، لأن كان حاجة صعبة جدا أن اليهود يتعاملوا مع السامريين، كان في قطيعة رهيبة. يعني اليهود كان في عداوة بينهم وبين السامريين أكتر من الرومان مثلا، فكانوش يعدوا في النص. لكن هو يقول كده في الإنجيل: وكان يجب أن يجتاز في السامرة. القديس يوحنا زي ما فهم يقول هو رايح للست دي، هو عايزها، هو جه علشان الكنيسة. وبعدين يروح يبتدي هو بالطلب، يقول لها: أنا عطشان، أنا عطشان، يعني بادر بالطلب، يقول لها: اديني الأشرب، عشان يبتدي الحوار معها. إيه اللي حصل عند البير؟ وإيه صلة الكلام ده باليوم؟ طيب السيد المسيح قدم الطلب زي ما كنا قدم طلب الخطوبة، طلب الجواز، لكن البشرية أو المرأة السامرية دي استجابت إزاي؟ إزاي؟ إيه اللي حصل؟ وإيه اللي ممكن نشوف إنه هو علامة من علامات القيامة، أو علامات القيامة اللي نتعلمها من المرأة السامرية كممثلة للكنيسة، كممثلة لكل واحد فينا؟ القصة السامرية احنا نقراها في الصيام كمان طبعا زي ما احنا عارفين، وأهم علامة من قصص الصيام كلها، قصة النهار في الصوم المقدس كلها، هي قصة توبة. يعني أول حاجة تيجي في المعنى كده وقت لما نبص للسامرية أنها قصة توبة. والحقيقة أن التوبة هي أول علامات القيامة. يعني والسيد المسيح عشان كده كل اللي كان عايزه من البشرية في اللقاء دوت أنها بس تقدم توبة، ومش عايز أي حاجة تانية. والتوبة دي الحاجة المهمة، بتقوم إزاي؟ مش بتقوم بمجهود شخصي من المرأة السامرية، لا، دي بتيجي نتيجة لقائها مع السيد المسيح. يعني مجرد هي قعدتها مع السيد المسيح، وهو اللي بادر، هو اللي راح لها، هو اللي دور عليها، فهي يا دوبك بس قدمت اعتراف بسيط كده، قالت له: لا، ما اصل اللي معايا ده مش جوزي. فشوفوا السيد المسيح بقى كده عمل ايه على طول، امتدحها امتداحات عظيمه جدا: لا، حسنا قلتي بالحق. ما قالتش حاجه، يعني مجرد بس قالت ده اللي معايا ده مش جوزي، ما قالتش حاجه تانية خالص. لكن السيد المسيح يعني زي ما بنقول كده بالمصري بيتلكك عشان هي تعمل حاجه حلوه، وخد الحاجه الحلوه دي وشجعها وقبل توبتها من غير كلام كتير. فقصة التوبة هي ببساطة أول علامة أساسية من علامات القيامة، لأن توبتنا أو قصة حياتنا وعلاقتنا مع السيد المسيح له المجد هي قصة موت وقيامة، موت وقيامة. توبة ببساطة يعني تغيير اتجاه، تغيير حياة، إن احنا بنموت عن أعمالنا القديمة، بنموت عن إنساننا القديم، وبنقوم مع السيد المسيح. قديس بولس الرسول النهارده في رسالته لأرناء من كلوسي في البولس يقول ايه: وان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق، حيث ان المسيح، حيث المسيح جالس. ويقول بعد كده في بقيه الاصحاح لأرناء النهارده: لانكم قد متتم مع المسيح فاميتوا اعضاءكم، اخلعوا انسان العتيق، بطلوا الاعمال بتاعه دي. اول علامه من علامات القيامه. فكلنا متنا مع المسيح، كلنا قايمين مع المسيح النهارده، كلنا عايزين نتيجة اللقاء مع السيد المسيح ده ان احنا نكمل في توبتنا. وعشان نكمل في توبتنا ونكمل في قيامتنا مع السيد المسيح، فاضل حاجتين او علامتين بقى يكملوا القيامة بتاعة السيد المسيح. ايه اللي عملته بعد كده السامرية؟ اول حاجة عملتها بعد اللقاء الجميل، الحوار دوت، طبعا في حاجات كتير ممكن نتأمل فيها، بس هنركز النهاردة على بس عمل السامرية وعلامات القيامة. تركت جرتها، يعني القله اللي كانت جايه بيها، الجره اللي كانت جايه بيها تملى بيها ميه، رمتها ومشيت. هي كانت جايه اساسا عشان تستقي ميه او تاخد ميه في الجره. السيد المسيح قال لها: انت لو عارفه انا مين اللي بيكلمك هتعرفي ان الميه دي مش مهمه خالص، ده في ميه اهم منها بكتير، ميه هتخليكي ما تعطشيش تاني. مش بس كده، ده الميه دي لما تشربيها هتنبع ينبوع ماء حي، يعني مش هتبقي محتاجه بعد كده تطلبي ميه كمان. هي فهمت كل الكلام دوت من لقاها مع السيد المسيح، وتركت جرتها زي ما بولس الرسول بيقول، طلبت ما هو فوق حيث المسيح، وسابت اعمال الجسد.
طب ايه تاني بعد كده؟ عملت ايه تاني بعد كده؟ عملت حاجه غريبه جدا، نزلت للبلد تشهد للسيد المسيح. عشان نفهم العمل ده عباره عن ايه لازم نعرف شويه هي ظروف الست دي كانت ايه. الست دي كانت زي ما احنا عارفين انسانه خاطيه معروفه في المجتمع، منبوذه، ولذلك راحت الساعه السادسه، بيقولوا انها الساعه السادسه الظهر راحت تجيب ميه من البير. طبعا البير كان فاضي، ما كانش في حد غير السيد المسيح وهي. ليه ما كانش في حد؟ لان نعرف من القصص الثانيه كلها بتاعت البير الناس بتروح تجيب ميه من البير امتى؟ الصبح بدري، لان المنطقه طبعا هناك حر زي مصر وزي بلادنا في الحر، ما حدش يروح الساعه 6 بعد الظهر يجيب ميه، ده على ما يروح ماشي الميه هتتبخر، فما حدش يروح في الوقت ده خالص. الست دي راحت ليه الساعه 6؟ 6 الظهر في عز الظهريه، عشان هي واثقه ان ما فيش حد هناك، عشان ما حدش يشوفها، ما حدش يلسن عليها، ما حدش يلقح عليها كلمه، ما حدش يهاجمها. فواضح انها كانت عايشه طبعا في الدير، عايشه حياه خطيه وهربانه من المجتمع. اتقلبت الايه 180 درجه لدرجه انها سابت كل دوت ونزلت تجري في الشارع تنادي بالسيد المسيح، تبشر، تشهد للسيد المسيح. ودي تاني علامه من علامات القيامه. اول علامه التوبه، تاني علامه اللي يقوم مع المسيح لازم يشهد للمسيح القائم في حياته، ما ينفعش يخليه خلاص. المسيح زي ما بيقول ينبوع ماء حي يتفجر جواه كده هوت، فيبقى عايز يشارك الرساله مع كل الناس، مش يشارك الرساله بس بالكلام، لا، بحياته نفسها، ما يهموش اي حاجه. نزلت تبشر وبقت من اول المبشرين اللي نعرف عنهم في انجيل يوحنا الاصحاح دوت الاصحاح الرابع، اول المبشرين بالسيد المسيح اللي تنزل تبشر علانيه كده. ونحن نعرف في اول الاصحاح ان السيد المسيح والتلاميذ كانوا شبه هربانين من اليهود، يعني كانوا مضطهدين، وسبب انهم تركوا اليهوديه انهم ايه بيدوروا عليهم عشان يضايقوهم يعني، لكن هي مش فارق معاها حاجه خالص. نزلت وشهدت وبشرت علانيه. دي تاني علامه من علامات القيامة، الشهادة للمسيح بحياتنا اللي باين فيها المسيح القائم من الأموات. طب تالت علامة وهي أهم علامة اللي بتخلي كل الكلام ده ممكن، وهي النتيجة والثمر الأساسي لعمل الروح القدس فينا واتحادنا بالسيد المسيح، هي المحبة. إيه علاقة المحبة بالمرأة السامرية؟ المرأة السامرية فضلت ماشية ورا الناس، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم عمل محبة مفيش أعظم منه، إنك توصل رسالة للناس وإنت مش خايف على حياتك. يعني هي عارفة كويس إن ممكن لما تنزل في الشوارع ممكن حد يمديها طوبة في دماغها، ما هي تحت القانون، والسامريين كانوا عندهم الناموس اليهودي، يعني لو طلعت في العالم كده وقت الناس كلها عارفة ممكن يرجموها، ممكن يخبطوها، ممكن يشتموها. لكن عمل المحبة إنها عايزة تشارك، مش بس تشهد للمسيح، لكن بمحبتها للناس، تعالوا بصوا وشوفوا أنا شفت مين، لعله يكون المسيح. في فترة الخمسين المقدسة بتقرأنا الكنيسة تقريبا الكاثوليكون 39 مرة بالخمسين مرة، وكل أيام الأحد من رسالة يوحنا، رسائل يوحنا الحبيب اللي هو معروف رسائل إيه؟ رسائل المحبة، الآية المشهورة الله محبة. لكن مفتاح رسائل القديس يوحنا الحبيب ومفتاح رسائل الكاثوليكون موجود في قراية النهاردة كمان. يقول إيه؟ يقول آية قوية جدا جدا جدا. يقول إيه؟ يقول إذ نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة إذ نحب الإخوة. يعني دليل لو عايز تعرف أنت قمت مع المسيح ولا لأ، أعرف أنك بتحب الناس ولا لأ. لو أنت ما بتحبش الناس يبقى أنت لسه ما قمتش. آية يعني قوية جدا جدا جدا. عايز تعرف أنت قمت مع المسيح، إذ نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة إذ نحب الإخوة. طبعا بيكمل في نفس الإصحاح الله محبة. ما ينفعش تكون متحد في علاقة زي ما بيشبهها الكتاب المقدس، علاقة زيجية مع الله، من غير ما تكون زي الله. الله محبة. الله لما قام من الأموات انتقم من أعدائه، زي ما بنقول كده في تمثيلية القيامة وفي كل مزامير القيامة بنقول إيه؟ ربنا منتقم جبار، لكن ربنا انتقم من اللي صلبوه إزاي؟ بمحبته ليهم. ربنا انتقم من كل اللي صلبوه بالحب. محبة غلبت كل شر وقوة العالم، وهي دي الرسالة اللي بيحاول السيد المسيح يقولها لنا بكل بساطة وبيركز عليها. لو قرينا كده الرسالة بتاعت يوحنا الحبيب للكنيسة بتقعد تعيد وتزيد فيها طول الخمسين، قمت مع المسيح ورينا المحبة. والمحبة زي ما يوحنا الحبيب كان بيقول مش كلام نظري لكن كلام عملي، والكلام العملي ما يجيش غير لما يكون
واضح ان هو محتاج يبان. يعني عشان كده السيد المسيح بيقول لما تحب حب اعدائك، لانه اي فضل ليك لو حبيت حد بيحبك. يعني لو انا حبيت اهلي واصحابي وحبايبي ده عادي، ده مش انسان قايم من الاموات، ده انسان عادي. لكن الانسان اللي قام من الاموات هو الانسان اللي يعرف يحب عدوه، ينتصر على اعدائه بالمحبه زي ما السيد المسيح له المجد عمل على الصليب. فنرجع تاني ونشوف الثلاث علامات بتوع القيامة عشان ما اطولش على حضراتكم. السامرية هي الكنيسة، هي البشرية، هي كل نفس واحد فينا قبلت السيد المسيح، اللي قاد أدى لقيامة، لموت وقيامة مع السيد المسيح. بانت في حياتها على طول علامات القيامة، توبة، توبة واضحة جدا ونقية، سابت كل اللي وراها وطلبت ما هو فوق مع المسيح وسابت جرتها، نزلت أحبت الناس أكتر من محبتها لنفسها، ما خبتش على نفسها. وتالت حاجة شهدت للمسيح القائم في حياتها. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعرف نوري المسيح القائم في حياتنا لكل الناس اللي حوالينا له المجد الدائم.